نحن اليوم أزمة دواء صارت واضحة أنه هي أسبابها أنه دواء مدعوم بلبنان على سعر 1500 ليرة، وبالواقع تعرف سعر السودة صار 17-18 ألف ليرة، وبالتالي هيدا عم بيسبب أنه في عدة عوامل لفقدان دواء. أول عامل هو تهريب الدواء برات لبنان، تاني عامل تخزين الدواء لأنه دواء الناس بتخزن ببيوتها وغير محلات، تالت عامل أنه مصرف لبنان ما كان عم يدعم وتيرة الدواء مثل ما لازم. أول مرة مصرف لبنان بقول شو عنده مصاري، قد ايه قادر يقدم للدواء مصاري، وحددهم بحدود ال 400 مليون دولار دواء وطحين ومستلزمات طبية. قدام هالأمر الواقع الوزارة ابتدت تحط خطة لتتناسب مع هالرقم هيدا لنطلع من هالأزمة اللي نحن فيها. نحن اعتصمنا من يومين قدام النقابة، واليوم اضربنا بمسابقة رفع الصوت قدام حاكم مصرف لبنان ووزير الصحة. بدنا حل، نحن ما بقى قادرين، استنزفنا ستوكاتنا، شركات ما بتسلمنا، والعالم بعدها عم بتطالبنا بادويتها وما قدرانين نلبيها، اغلب العالم ما عم نقدر نلبيها.